أهلا بكم إلى الجزء الثاني من سلسلة مكونة من 4 أجزاء حول حوكمة الشركات العائلية، تلك التي ينجح 5% فقط منها في عالمنا العربي في الاستمرار حتى استلام الجيل الرابع من أبناء العائلة مقاليد الإدارة. ذكرنا في الجزء الأول أن نظام الشركة العائلية يمكن تلخيصه من خلال نموذج يعرف بنموذج الدوائر 3 التي تمثل أفراد العائلة والعاملين في الشركة وملاك الشركة. هي دوائر متداخلة تصنع 7 أجزاء منها مجتمعة كل أعضاء الشركة. فهناك في جزء أول أفراد العائلة غير الملاك وغير العاملين في الشركة. في الجزء الثاني الملاك الذين لا ينتمون إلى العائلة ولا يشاركون في الإدارة. في الجزء الثالث يوجد الطاقم الإداري والموظفون الذين لا ينتمون إلى العائلة. في الجزء الرابع يأتي أفراد العائلة الذين يمتلكون حصة في الشركة ولكن لا يعملون فيها. في الجزء الخامس الملاك الذين يشاركون في الإدارة ولا ينتمون إلى العائلة. في الجزء السادس أفراد العائلة الذين يعملون في الشركة ولكن لا يمتلكون حصصا في هذه الشركة. وفي الجزء السابع والأخير الملاك الذين ينتمون إلى العائلة ويعملون أيضا في الشركة. وهكذا فإن أي فرد في الشركة العائلية لابد وأن يقع في 1 من هذه الأجزاء 7. ويتمثل التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركات العائلية في تحقيق الانسجام والتوازن بين احتياجات ورغبات كل الأفراد بغض النظر عن موقعهم في الدوائر، علماً أن أهداف الموظفين تتعارض أحياناً مع أهداف الملاك، وهؤلاء يمكن أن يكونوا أشقاء. وهكذا اكتسب مفهوم الحوكمة أهمية كشرط أساسي للبقاء والمواصلة جيلا بعد جيل. وتحول الشركات العائلية إلى الحوكمة يمر بمراحل 4 تطرقت إلى الأولى منها في الحلقة الماضية مع كريم غندور الرئيس التنفيذي لMLG Family Office. المرحلة الأولى هي المرحلة التحضيرية يلي خلالها بنجي بندرس ونشوف اذا اهم هدف ممكن ناخده من هالمرحله هي شوف اذا بنكمل بموضوع الحوكمه او لا. اول شيء لازم نتاكد مع مين عم نتعامل، مين هو العميل. فالعميل ممكن يكون فرد يلي هو اذا بالجيل الاول بيكون عنا فرد واحد عم نتعامل معه، او اذا عم نتعامل بالجيل الثاني بيكون عنا اخوي، او بالجيل الثالث بيكون عنا اولاد عم. وكثير مهم نشمل جميع الأشخاص بهالمرحلة حتى ما بين أنه منحزين لجهة واحدة. ورحنا على طول متطلع ونشبه الشركة العائلية مثل الحياة، ما في شيء ثابت، على طول في تغيرات، ولكن في عوامل معينة بتأثر على التوازن عنا. يعني عادة الموت والمرض هن أهم عوامل، رحنا بكل أسف في الشرق الأوسط ننتصر للآخر لنخطط. هي بكل بساطة الحوكمة ما هي إلا عملية تخطيطية. وكريم غندور معي مجددا في الاستوديو هنا. كريم أهلا وسهلا بك. في مرحلة الاستكشاف أي المرحلة الثانية، هل تنضج الفكرة أكثر فأكثر عن المدة الزمنية التي يمكن أن تستغرقها الشركة للتحول للحوكمة؟ هذه المرحلة الجد إجمالا الأشخاص اللي بيكملوا، العوائل اللي بتكمل لهالمرحلة بنعرف أنه جديين. وأهم نقطة بالعملية هي أول نقطة وقت نبعث لهم العقد الاستشاري، لأنه منلزمهم ب10 اجتماعات. فأول فترة بتكون المرحلة التحضيرية بيكون عم يجربوا يمكن إيه يمكن لا، ويكونوا يلتزموا ب10 اجتماعات، فجأة بيتغير طريقة التفكير على الموضوع. وبدعنا حالي لاحظنا الأب عم ينسحب، الأولاد كانوا بدهم إياها يكملوا بهالمرحلة، فبالتالي رجعنا اجتمعنا معهم ورجيناهم انه اذا بنخلص من هالمرحله والمراحل الباقيه الكل بيربح، ما في حدا رح يربح وحدا رح يخسر، لهذا الشعور العاده عندهم. يعني في شغل على الجانب حتى النفسي بهيدا العمل كريم، يعني نعرف انه اكثر شيء الاكبر سنا اللي تعودوا ان ينفردوا بالقرار، ممكن يكون صعب عليهم ان يجلسوا مع الصغار يمكن في العائله وياخذوا الشركه باتجاه اخر، هاي المرحله فيها كثير من الاقناع والجلسات، كيف يحدث هذا الامر؟ 10 جلسات. الجلسة الأولينية بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه في عنا الواحد بيشتغل على عنا الرؤية الشخصية، رؤية العائلة ورؤية الشركة، لأنه إذا ما حددنا هالثلاثة ما ممكن، في تعددية بطريقة الشغل.
فالمرحلة الأولى أو الفقرة الأولى من هالمرحلة اللي هن أربع اجتماعات بنحدد فيها مين المجلس الإداري اللي بياخذ القرارات وآلية أخذ القرارات. فإذا بالإجماع أو عنا تحفظ على مواضيع معينة ولا آخره هذا بناخذها. هذا أول أربع أول فقرة أربع اجتماعات. تاني أربع اجتماعات يلي بناخذ المنظومة أو الهيكلية تبع الحوكمي وبنشوف وين رح نكون بعد 10 سنين أو 20 سنة. في مرة مثلا كنا عم نشتغل مع شخص ومصر هو بالسبعينات، رحنا 10 سنين مصر انه رح يكون موجود، حطيناه بعد 20 سنة بال 2032 فجأة قدام الكل ضحك وقال انا ما رح اكون موجود لا بالعائلة ولا بالشركة ولا بالملكية. هذا جزء أساسي مما يجري استكشافه في هاي المرحلة، أين سنكون بعد 10 سنين أو 20 سنة. لحتى يحسوا فمثلا في أحد من الأبناء قرر أنه ما بيشوف حاله بعد 10 سنين بالشركة، هو عم يمضي وقت هلا. فهيدي الفقرة الثانية، والفقرة الثالثة هي خريطة الطريق. فبالتالي هيدي بنحدد شو الأهداف اللي بدنا إياها وشو الوقت، مثلا إذا بدنا نعمل دستور عائلي بالمراحل الثالثة والرابعة، قديه بده وقت؟ أو إذا بنعمل مثلا تقييم للشركة، لو في ناس بده ينسحبوا، بدنا نقيم الشركة، قديه بده وقت وشو رح نعمل فيها؟ كريم، هاي العملية تحتاج إلى رصد ميزانية خاصة؟ أيوه أكيد. كيف يعني، ما هي بنود هذه الميزانية؟ أعطينا فكرة. يعني رحنا لأنه حددنا هون بعشر اجتماعات فهينا العملية. بيسألون عن الكلفة، على طول بقول لهم الغالي مش هو الحوكمي. الغالي إنه ما تعمل التخطيط. يعني تماما مثل واحد عم يسافر ما بينتظر لآخر دقيقة، بتصير هيك رح يسافر لأنه هي عملية تتغير جاي بس على عملية إنه يبلش فيها بكير أحسن ما ينتظر لآخر دقيقة. فالمرحلة الثانية عندها محدود الكلفة تبعيتها لأنه بنعرف تمام شو لازم ينعمل والمدة تبعيتها. التحدي الأخطر في مرحلة الاستكشاف ما هو؟ بهالفترة لأنه أخذوها صرنا بوضع جدي، بيصير بنخاف من الانسحاب مثل أي مفاوضات. واحد من الأفريقة بينسحب، معقول يصير في استقالات، معقول هيدا على طول بنخلي المشاعر مسؤول أتشيك نهتم فيها ونشوف متأكد إنه ما حدا من الأفريقاء ينسحب. مرحلة الخيارات الأسبوع المقبل مع كريم غندور الرئيس التنفيذي لشركة MLG Family Office. شكرا جزيلا لك. شكرا.